اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من مجلتكم الصحيه اللي تنطلق من الان وتتواصل الى حدود الساعه 8 ليلا. باش نتحدثوا الليله على مجموعه من المواضيع، باش نتحدثوا على الحمله التحسيسيه لمخاطر الملح والسكر، باش نتحدثوا على التحذيرات بالنسبه لمرضى السكري لشهر رمضان المفضل، باش نحكيوا كذلك على تطور الوضع الوبائي في تونس، نحكيوا كذلك على موضوع مهم جدا الا وهو غياب وفقدان العديد من الأدوية في السوق التونسية. شنو هي الأسباب؟ شنو هي مشاكل هذا القطاع؟ وهل من حلول عاجلة؟ مع مجموعة من الضيوف اللي باش يلتحقوا بنا بعد قليل، لكن توا سعيدة جدا باستقبال دكتور فيقة بن ميمي بن ميلاد، رئيسة قسم بالمعهد الوطني للتغذية ورئيسة اللجنة العلمية، اللي باش نتحدثوا معها على التحذيرات لشهر رمضان المعظم وتحذيرات خاصة بالنسبة مرضى السكري. اهلا وسهلا، مرحبا دكتورة. شهر رمضان على الابواب على قريب، نعرفوا فما الناس اللي عندهم مجموعه من الامراض المزمنه، ساعات يبداو كي يخلطوا شهر رمضان ما يعرفوش اللي يلزمهم يسيموا ما يلزمهمش يسيموا. هذا كل باش نحاولوا ان نتحدثوا فيه ونتعرضوا له من خلالك انت، وتحاول انك تجاوب على تساؤلات العديد من الناس. وانتم زاده تنجموا تتصلوا بنا على رقم الهاتف في موضوع على ذمتكم اللي هو 71 143 477. لكن قبل هذايا باش نمشيو مع التقرير هذا اللي املته زميلتنا الصحفيه ايمان السيد حول الحمله التحسيسيه لمخاطر الملح والسكر. حذاري الابيضين، السموم البيضاء، الابيضان القاتلان، هي مقولات تجتمع لتوضح المخاطر الناجمه عن الافراط في تناول مادتي السكر والملح على صحه الانسان، والتي من شانها ان تسبب عده امراض من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والشرايين، خاصه وان معدل الملح في الخبز في بلادنا غير مضبوط ويتفاوت من مخبزه الى اخرى حسب تاكيد المكلف بالاشراف على وحده الامراض غير الساريه باداره الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة فيصل إسماعيلي، الذي أكد أن التونسي يستهلك يوميا 12 جراما من مادة الملح، في حين أن معدل الاستهلاك الطبيعي الذي تضبطه منظمة الصحة العالمية لا يتجاوز 5 جرامات في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن النظام الغذائي التونسي يرتكز على العجين وعلى الخبز والسكريات البطيئة. وحسب آخر الإحصائيات المنجزة من قبل المعهد الوطني للإحصاء، فإن حوالي 29% من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً مصابون بارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن إصابة العديد من الأشخاص بهذا المرض دون التفطن إليه، في حين أثبتت الإحصائيات أن أكثر من 15% من الفئة العمرية نفسها مصابون بمرض السكري، و 29% مصابون بالسمنة. أرقام مفزعة أطلقت على إثرها وزارة الصحة حملة تحسيسية للتحذير من الاستهلاك المفرط لهذه المواد، وذلك في إطار المخطط العملي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية الداعي لاتباع نظام غذائي وأنماط حياة صحية ومتوازنة، سيما وأن السلوك الغذائي السيء والمتكرر يومياً من قبل التونسي كشرب القهوة والشاي، بالإضافة إلى الإقبال على الأكلات السريعة والمواد المصبرة التي تحتوي على كميات هامة من الملح والسكر، من شأنه أن يقود إلى آثار سلبية على صحة المستهلك. ومن السموم البيضاء أيضاً التي توجد على مائدة طعام أغلب العائلات هو الدقيق الأبيض الذي يخلو من كافة العناصر الغذائية والمعدنية التي توجد في القمح، حيث يقوم المصنعون بإضافة فيتامينات ومعادن مصنعة، وللأسف يتزايد استخدام منتجاته وبسرعة كبيرة في حياتنا اليومية. أرقام مفزعة الحقيقة، كنا نعرفوا معنا مضار الملح والسكر، سيدنا قال إياكم والأبيضين، لكن اليوم هل من السهل أنه نغيروا عاداتنا الغذائية اللي تعتمد أساسا على برشا سكر وبرشا ملح دكتور فايقة؟ هو المستحب معناتها طبيا وعلميا يلزمنا نغيروا العادات باش نحافظوا على صحتنا، نحافظوا على ضغط الدم تاعنا، على نسبة السكر في الدم،
نحمي رواحنا من عدة أمراض كمثلا ارتفاع ضغط الدم، تضخم حجم القلب، أمراض الكلى، وقلي نخفضوا من الملح، وقلي نخفضوا من السكر، نحمي رواحنا من السمنة، من مرض السكري خاصة مرض السكري صنف 2، وعدة أمراض اللي تتبع الأمراض هذوما. شنو الحاجات اللي ربما نجموا من خلالها إن نعوذوا بها السكر والملح؟ يعني نعرفوا إنه فما مجموعة من معناها من المنتوجات اللي فيها الصحي وفيها الغير الصحي اللي تعطي تقريبا نفس المطعم متاع السكر لكن أقل ضرر، فما شكون يقول لك ماذا بيك تقطع بتاتا معناها مع السكر. دونك هل من نصائح للناس اللي معناها عندها مشاكل نتاع صحه وعندها مشاكل في ضغط الدم وفي السكري، شنو المنصوح به على الاقل باش نتوقعوا باش ما نخلطوش المرحله متقدمه ونخلطوا المرض لا قدر الله؟ نجم نبداو باستهلاك الملح. احنا قلنا وقلي نخفضوا من كميه استهلاك الملح. احنا شفنا اللي التونسي تقريبا يستهلك 12 غرام ملح يوميا، وقلي المنصوح به هو 5 غرامات باش ما نعرفش اكثر من ضعف معناها. معناتها تقريبا ملعقه صغيره، مغرفه صغيره تاع قهوه. معناتها ما لازمنيش نفوتوها الكميه هذيك تاع الملح في النهار. كيفاش نعملوا باش نقصوا من استهلاك الملح؟ اول حاجه احسن معناتها نبعدوا على المواد الغذائيه المصنعه اللي فيها برشا ملح، كي البسكوي وغيره. ثاني حاجه نقصوا من استهلاك الزيتون المالح، اكل الملح الكل، نقصوا من استهلاك اللحوم المملحه، توسكي شاركوتري معناتها المرقاز، السلامي، الجامبون، هذاك كل نقصوا منه. نقصوا زادا من استهلاك المواد المعلبه، هذيك زادا فيها برشا ملح، الاجبان الغنيه بالملح. معناتها نقصوا من استهلاكهم ونجموا نعوضوا الملح طرق أخرى، مثلا نحطوا قارص، نستعملوا القارص، نستعملوا الخل، نستعملوا الأعشاب كي الكليل والزعتر، عنا منهم برشا في تونس ويفوحوا بالكداء. معناتها نجبوا بشوي بشوي نسنسوا روحنا باش نقصوا من استهلاك الملح حتى لين نخلطوا للكمية اللي ننصحوا بها باش نحمي روحنا من الأمراض هذوما الكل. بالنسبة للسكر، احنا نعرفوا اللي نستهلكوا برشا سكر، برشا كثير من الحلويات. تعرف اللي السكر معناتها السكريات تنقسم الى سكريات احنا كنا نقولوا سريعه الامتصاص وبطيئه الامتصاص. توا ناكدوا اكثر على المؤشر الجليسيمي، الاندكس جليسيميك. معناتها صنفنا الاغذيه حسب الاندكس جليسيميك نتاعهم، المؤشر الجليسيمي. نحاولوا نبعدوا على الاغذيه اللي عندها ذات المؤشر الجليسيمي المرتفع، اللي فيها السكر، السكر الابيض. كيفاش نعرفوا جوستومون؟ خاطر برشا ناس مثلا دكتوره ومهم ان نوضحوا لهم، يقول لك انا ما ناكلش برشا سكر، مثلا ما ناكلش جاتو، لكن تلقاه مثلا عامل ريجيم انه مثلا ياكل عجين كل يوم، انه معناها يعتمد على معناها ياكل برشا خبز اللي هو الخبز فيه الملح والسكر. دونك برشا ناس بالنسبه لهم يقول لك انا ما ناكلش حلو، لكن يزمو يفهم انه راهو المقرونه والمعجنات بصوره عامه والخبز كذلك فيه كميه معناها مهمه من الملح والسكر. اللي ياخذها يلزمه في الوجبه الغذائيه نتاعو اليوميه ياخذها بعين الاعتبار وينقص منها. قلنا نبعثوا على الحلويات، على ما نكثروش في استهلاك الاغذيه اللي عندها المؤشر الجليسيمي المعتدل، كي مثلا عندنا الخبز اللي في 70%، عندنا العجين زاده معناتها المؤشر الجليسيمي مرتفع. كيفاش نعملوا؟ نحاولوا نغيروا معناتها العادات نتاعنا، نحاولوا نثريوا التغذيه نتاعنا بالخضر. الخضر نعرفوا المؤشر الجليسيمي نتاعها منخفض، وتخلي الوجبه نتاعنا تكون صحيه اكثر. مثلا كان باش نطيبوا عجين مش لازم ناكدوا معناتها نعبيوا الصحن كله بالعجين، نعملوا شويه عجين، نعملوا طرف سفنيريا، بطاطا خضراء، خضرة أكثر، خضرة، خضرة خضراء، هذول الكل اللي عندها المؤشر الجليسيمي المنخفض. ما نكثروش مثلا في الوجبة ما نزيدوش حاجة عجين وخبز مع بعضهم، أما هذا ولا هذا. ونقصوا من كمية العجين ونقصوا حتى من كمية الملح
اللي باش نستهلكوها في كل وجبه هذيك. باهي احنا تقريبا كتوينسه معناها نعرفوا اللي كنا ياسر ناكلوا خبز وياسر ناكلوا عجين، المنصوح به معناها الكميه تقريبا المنصوح بها بالنسبه للناس اللي تحب تستحفظ على صحتها وتتجنب معناها انها تخلط كما قلنا المرض السكري لا قدر الله ولا ضغط الدم. تقريبا قداش من مره في الجمعه لازمنا ناكلوا عجين وقداش كميه الخبز اللي منصوح بها وماذا بينا ما نفوتوهاش في النهار؟ ما نفوتوهاش في النهار، احنا تقريبا 200 غرام هي الباجيت، ما نفوتوهاش كان عندنا زياده وزن وحاجه حتى نستهلكوا اقل. بالنسبه للعجين ما نزيد ما نكثروش، كما قلت كنحاولوا اكثر نزيدوا نكثروا في الخضره اكثر من العجين. مش لازم كل يوم عجين، ومش لازم معناتها اغذيه غنيه بالسكريات. نحاولوا كما قلت كننوعوا نستهلكوا كما قلت نركزوا على الخضر على الغلال، تقريب 5 حصص في اليوم، 5 فروي وليجومس ليجومس بار جو، هذيك ننصحوا بها ينصحوا بهم الاخصائيين الكل. وننوعوا من وبالنسبه للعجين ما نكثروش. وفما حاجه اللي نجم ننصحوا بها المرضى نتاعنا اللي عندهم مرض السكري، قلنا ما نكثروش في العجين، ناخذوا وجبه 5-6 مغارف مثلا ولا مغارفه نتاع تفريخ، ونحاولوا كل العجين ما نطيبوهش ياسر. عليه خاطر وقت اللي تيب ياسر المؤشر الجليسيمي نتاعو يرتفع، دونك نخليوه نقص تياب كيما يطيبوا تلين تلين جوستومون. علاش يقول لك المقرونه الدنتي؟ سؤال اخر بربي قبل ما نتحدث على تحذيرات بالنسبه لشهر رمضان المعظم، هذا صحيح ولا غلط؟ فما ناس يقول لك في بلاصه ما ناكل برشا خبز مثلا ناكل مرقه، هات ناكل العجين، بوتيتر العجين خير من الخبز، دونك هذا صحيح ولا تقريبا العجين والخبز زوز عندهم نفس المؤشر الجليسيمي المرتفع ونفس المدار؟ العجين وقت يبدا مخلط بالالياف كل ممكن المؤشر الجسمي يكون اقل شويه من الخبز. كيفاش نستهلكوا اقل خبز؟ نجموا نستعملوا الفرقيطه مش نستهلكوش برشا خبز. وزاد احنا ننصحوا زاد الانسان اللي يفوت الكميه المعقوله في الفطور نتاعو مثلا يمشي ياكل ببطء، خاطر وقت ناكلوا بسرعه ما عادش نقدروا الكميه اللي ناكلوها. واحنا نعرفوا اللي يشبع يجي تقريبا بعد 20 دقيقه من بدايه الاكل. عاد نطولوا في مده الاكل نتاعنا باش يخلط الشبع وما نستهلكوش اكثر من اللي يلزم وما نعرضوش لوحنا للامراض هذه. داكوغ. باهي كما قلنا باش نتحدثوا شويه على تحذيرات لشهر رمضان خاصه بالنسبه لمرضى السكري، بالنسبه للناس اللي تتفرج فينا ولا عندها تساؤلات تتنجم تطرح تساؤلاتها للدكتوره فايقه وتتصل بنا على 71 143 477. رمضان على الابواب، اكيد فما ناس معناها قاعدين يتفرجوا فينا فيهم اللي السكر نتاعهم نقولوا نحن في الليميت معناها قد فما شكون اللي مريض بالسكر وما يزرقش، فما شكون اللي يزرق، دونك شكون اللي ينجم يسيم وشكون اللي ما ينجمش يسيم، وشنو هو النصائح اللي نجموا نقدموها؟ احنا حبيت نقول احنا نعملوا في حمله تحسيسيه تثقيفيه مجانيه في معهد التغذيه، بديناها السبت اللي تعدى، عندنا غدوه ان شاء الله والسبت اللي قبل رمضان، معناتها نهار 19 ونهار 26. معناها حمله انطلقت توا عندها اسبوع وتتواصل الى اسبوع اخر ان شاء الله في معهد التغذيه. هذا هو حمله قام بها القسم جيم المعهد الوطني للتغذيه، احنا الحمله هذه نقوم فيها عندنا عده سنوات، وقفناها ايامات الكوفيد وتوا رجعنا لها. علاش عملنا الحمله هذه؟ خاطر يجونا المرضى في المستشفى في معهد التغذيه يقولوا لنا انا عندي مرض السكري نجم نصوم ولا ما نصومش. قدام التساؤلات هذوما المتجدده قلنا نعملوا عيادات خاصه للمرضى اللي يحبوا ياخذوا النصائح ويعرفوا روحهم باش يصوموا ولا ما يصوموش. دونك في الحمله هذه من 9 لنصف النهار في قسم العيادات الخارجيه يجينا اي انسان يحب ياخذ النصيحه هذه، عاده المرضى بالسكري، نزنوهم نقيسوا القامه نتاعهم، نشوفوا مؤشر كتلة الجسم اللي باش نشوف كان عندهم وزنهم زايد ولا عادي ولا ناقص، نقيسوا ضغط الدم ونقيسوا السكر في صباع، نعملوا كالجليسيمي كابيلير. ومن بعد نقوموا ب في العياده عندنا بعد ما يصير الشخص التشخيص على المريض نعملوا عن اسكور نحسبوه حسب عندنا عدة سؤالات، نشوفوا مثلا مدة ظهور السكر، إن درى السكر قديم ولا جديد، نشوفوا الأدوية اللي يخذ فيهم المريض، إن درى الأدوية هذه تسمح له باش يصوم
بكل سلامة ولا تخليه معناتها يتعرض لعدة مخاطر. نشوفوا اندراء العناول اندراء صام بدون مشاكل ولا صارت له مشاكل. نشوفوا كان عندوش مضاعفات مثلا مضاعفات في القلب في الكلى، هذوما كلهم نعملوا عملية حسابية، وعلى ضوء العملية الحسابية نجموا نقولوا له اللي مثلا الصوم مسموح ليه، وحتى كان مسموح نعطيوه نصائح غذائيه كيفاش يقسم اكلته، كان عنده ادويه كيفاش يقسم الادويه هذوم، كي يبدل الاوقات نتاعهم، وساعه ساعه نبدلوا حتى نوعيه الادويه بالنسبه للمرضى اللي احنا نبشروا فيهم. في صوره الصوم ماهوش منصوح نقولوا له مع التحذيري ماذا بيك ما تصومش، وفما حالات وين الصوم ممنوع يخليوا المريض معناتها يعرض بروحه للخطر. بالضبط، معناها وقت اللي الطبيب يجي يقول لك راهو ما تنجمش تصيم، سيكو ما تنجمش تصيم. هذا هو، احنا ماذا بينا ما نحرموا حتى حد من الصوم، بقى فما حالات يتسمح لهمش باش يصوموا، وهكاك يعرضوا روحهم للمشاكل الصحيه. واحنا لاحظنا وقت نعملوا الحمله هذه نسبقوا رمضان ونعطيوا النصائح للمرضى نتاعنا، حتى الحالات اللي يجيونا في شهر رمضان ما تكونش عندهم علاقه بالصوم، معناتها ما فماش مضاعفات منجره عن الصوم. باهي، انت تحدثت قلت الحمله هذه انطلقت الاسبوع الفارط ومازالت متواصله ان شاء الله بمعهد التغذيه الى حدود ان شاء الله الاسبوع القادم، تنجموا تمشيوا مجانا بالنسبه للناس اللي شاكه عندها السكر، والا الناس اللي مريضه بالسكري، ولا الناس اللي عندها سنوات وهي مريضه تنجم تشوف الحاله نتاعها، واكيد غاديك الدكاتره يزيدوا ينصحوهم بالنسبه للصيام. لكن تبقى بالنسبه للناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا دكتور فايقة، واللي عندهم ربما بعض التساؤلات واللي ما ينجموش يمشيوا لمعهد التغذية عادة، شكون نعرف انه صعيب السؤال شوية خاطر ديما لو كا باغ كا، لكن هيت نقربوا الصورة شوية، شكون اللي نجم يسيم، وشكون اللي فما ربما خطورة، وشكون اللي ممنوع عليه انه يسيم في شهر رمضان؟ هي عادة قلنا مريض السكري قبل حلول شهر رمضان يلزمو يمشي يعمل يعدي عند الطبيب نتاعو المباشر. لحظة لو تسمح، أنت تحدثت على مريض السكري، أنا نحكي زادة قبل ما نخلطوا للناس اللي متأكدة اللي هي مريضة. نعرفوا احنا عادة مرضى السكري فما علامات معناها اللي تخلينا نشكوا، مثلا نقول لك مثلا عبد يشرب بزيد ماء، عبد يمشي يتبول برشا، دونك شنو العلامات الأخرى اللي ماذا بينا اذا كان احنا شاكين في رواحنا شويه ماذا بينا نمشيو ونثبتوا قبل شهر الفضيل لربما يكون عندنا مرض السكري؟ هو احنا كما قلت العلامات هذوما هما، معناتها الانسان يشعر بالعطش، كثره التبول، يحس روحه فاشل، قاعد يضعف بدون سبب رغم اللي يبدا عنده شهيه الاكل معناتها موجوده، يحس روحه تعب، فما حالات متطوره اكثر وين احتمال المريض مش فاطن بالحاله نتاعو، فما حالات معناتها نفطنوا بهم في حاله مضاعفات. هي حاجه بسيطه ياسر باش الانسان يعرف روحه عنده مرض سكري ولا لا، ساعه نشوفوا الوراثه. انسان عنده والديه مثلا عندهم مرض سكري يسمو يحلل، ما فيها باس لو كان يحل حتى مره في العام، تحليل سهل ينجموا حتى يحلوا في اسبوع في اي وقت، ونجموا نعرفوا على ضوء التحليل هذا كان المريض عنده كان الانسان عنده مرض سكري ولا لا، ونجموا نتاكدوا كي في صوره التحليل فيه شك نعاودوا نعملوا له تحليل وقتها في العرق، وهذا كيكون معناتها اصح ويعطينا فكره واضحه عن إصابة ولا عدم إصابة هذا المريض بالسكري. فوالا، دونك إذا كان فما شكون عنده شكون في العائلة ولا عنده شك من العلامات اللي تحدثنا فيهم، ماذا بيه يمشي يتفقد روحه، ربما يكون لا قدر الله عنده مرض السكري. نجيو توا للفئات اللي قلنا تقريبا شكون اللي نجم مسموح له معناها باش يسيم رغم اللي هو مريض بالسكري، وشكون اللي ربما عنده خطورة نسبية في صورة الصيام، وشكون اللي ممنوع عليه بتاتا أنه يصوم في شهر رمضان. باهي، احنا عندنا السكور اللي حكيت عليه اللي نحسبه حسب كما قلت حسب العمر، حسب الادويه، حسب نسبه السكر في الدم، حسب المضاعفات، هذوما الكل نجموا نحكموا على المريض. كما قلت وقت اللي تبدا السكور اذا فوق 6.5 عندنا عده بلوزيغ زيتام نحسبوهم، فوق 6.5 الصوم ممنوع، بين 3 و6 الصوم ينجم يكون فيه مخاطر، وقلب 3 ينجم يصوم بكل امان بكل سلامه.
شكون ينجم انا ماذا بيا ناكد على اللي نجم يصوم واللي ما نجمش يصوم، خلي يشوف اما مع طبيبه ولا في نطاق عياده خاصه، باش ما نحبش نقول حاجه اللي مش متاكده منها. شكون ينجم يصوم؟ الانسان اللي عنده مرض السكري ما يكونش معناتها ظهر منذ بعض السنوات، ما يكونش 20 و 30 سنة عنده هذا المرض. الإنسان ما يكونش متقدم ياسر في السن، تكون نسبة السكر في نتاعو متعادلة، والسكر المخزون أكل الهيموغلوبين جليكيت تكون في الحدود المعقولة، وما عندوش مضاعفات ولا مرض في القلب ولا في الكلى. هذا ينجم يصوم بكل معناتها سلامة، ويكون الدواء نتاعو اللي ياخذه ما يعرضوش للهبوط السكر في الدم. فما أدوية ما تعرضش للهبوط، فما أدوية تعرض للهبوط، وقتها الإنسان يأخذ احتياطاته. والإنسان سواء بنزل بالأدوية ولا بالحمية، اللي بالحمية الغذائية نجم يصوم وكيف كيف يرد باله في التغذية بتاعه. على كل حال نرجو سلامة للجميع. أكيد باش يكون لنا موعد إن شاء الله في شهر رمضان الحديث أكثر على مرضى السكري، ووقتها ممكن نجموا نتقبلوا مكالماتكم الهاتفية. في ختام هذا الموعد كما قالت الدكتورة، نقصوا شوية من الملح، نقصوا شوية من السكر، وإذا كان عنا المرض السكري نتفقدوا روحنا قبل شهر رمضان. شكرا لك دكتور فيقة بن ميمي بن ميلاد، رئيس قسم بالمعهد الوطني للتغذية ورئيس اللجنة العلمية، نشكرك على هذه التوضيحات. توا باش نمشيو للروبورتاج الموالي اللي باش نتحدثوا من خلاله كيما كل أسبوع على تطور الوضع الوبائي في تونس، ومن بعد باش نتحدثوا على موضوع النقص وفقدان العديد من الأدوية في السوق التونسية. تفضل. تعيش تونس خلال هذه الفترة على وقع انتهاء الموجة الخامسة من فيروس كورونا، بعد أن عرفت مجمل مؤشرات الوضع الوبائي بالبلاد تراجعاً ملحوظاً، حيث بيّنت آخر الأرقام المبلغ عنها خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من الشهر الجاري توافد 141 مصاباً جديداً على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية حوالي 20% إثر إنجاز أكثر من 62 ألف تحليل مخبري، كما تم تسجيل 74 وفاة و 12,868 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وما إن بدأت البلاد تتعافى من الجائحة، حتى أدرجت فرنسا تونس ضمن القائمة الخضراء، وذلك وفقاً للمعطيات المحينة المتعلقة بتصنيف الدول من حيث الوضع الوبائي المنشورة على موقع الحكومة الفرنسية. وبمقتضى هذا التصنيف الجديد يتم إلغاء شرط الاستظهار بنتائج اختبار كورونا بالنسبة للتونسيين الذين استكملوا تلقيحهم مقابل إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح، أما غير الملقحين فيتعين عليهم الاستظهار بنتيجة تحليل سلبية. تصنيف تونس ضمن القائمة الخضراء أرجعه عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الهاشمي الوزير إلى جملة من المعايير العلمية التي حققتها البلاد في إدارة أزمة كوفيد-19، إضافة إلى مصداقية المعطيات العلمية التي تصدرها وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها. لكن وبالرغم من تسجيل انفراج في مستوى الأرقام والمؤشرات الوبائية، إلا أن اللجنة العلمية تشدد على ضرورة الاحتياط والتقيد بتدابير الوقاية الصحية خاصة في الفضاءات المغلقة، والإقبال على التلقيح ضد الفيروس، لا سيما على جرعة تعزيز المناعة التي لا تزال ضعيفة للغاية وبعيدة عن المعدل المسجل بالبلدان الأوروبية. ومن أجل تدارس تراجع الإقبال على مراكز التلقيح في الفترة الأخيرة والعمل على الترفيع في نسبة التغطية بالجرعة الثالثة، شددت وزارة الصحة مؤخراً على أهمية النظر في تنظيم حملات التلقيح وتكثيفها خلال شهر رمضان المعظم من أجل تقريبها من المواطنين في أماكن التجمعات ودور العبادة، لا بديل عن المناعة المكتسبة بفعل التلقيح، وخاصة جرعة تعزيز المناعة ودورها في التوقي من متحور أوميكرون سريع الانتشار وسلالاته الجديدة التي لا تزال تثير القلق حول العالم،
سيما بعد ظهور موجة أخرى من الجائحة تعود في صمت في عديد من الدول الأوروبية والآسيوية، الأمر الذي حذرت على إثره منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس لا يزال يتمتع بليونة عالية ويتنقل بسهولة، ومن المرجح أن يستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم في ظل ضعف المناعة والتراجع على الإقبال على التطعيم. تحذيرات تأتي في وقت انتقد فيه الخبراء حكومات الدول لإرسالها رسالة خاطئة إلى مواطنيها تفيد بانتهاء الجائحة، والحال أن الفيروس لم يستقر بعد في نمط موسمي أو أي نمط يمكن التنبؤ به حتى الآن، لتغذي تلك المعلومات الخاطئة الارتفاع في الإصابات في جميع أنحاء العالم، ارتفاع يبدو أنه يعلن عن شكل جديد من متغير أوميكرون بصدد الانتشار بنسبة تصل إلى 40% أكثر من نسخة أوميكرون السابقة. كان هذا الروبورتاج الأسبوعي لتطور الوضع الوبائي، والحمد لله معناها الأسبوع هذا مش نحكيه ياسر على الكورونا، لكن مش نحكيه على موضوع أهم في اعتقادي من موضوع تطور الوضع الوبائي في البلاد، ألا وهو فقدان العديد من الأدوية في السوق التونسية. شنية الأسباب؟ شنية مشاكل هذا القطاع؟ هل من حلول؟ هذا كل باش نتحدث فيه، بالإضافة للحديث على الندوة إن شاء الله باش تقام على هذا الموضوع. وللحديث أكثر على هذا الموضوع يحضر معايا زوج ضيوف. على يميني سي كمال إدير، خبير لدى منظمة الصحة العالمية، على يميني سي رسعد بوجبد، صاحب مخابر لصناعة الأدوية ونائب رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة، أهلا وسهلا، مرحبا. وعلى يساري سي كمال إدير، خبير لدى منظمة الصحة العالمية للدواء ومدير عام سابق لإدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة. واليوم الحقيقة يجينا بصفة أخرى اللي نخليه هو يتفضل ويحكي لنا عليها. مرحبا سي كمال. شكرا، شكرا على الدعوه. مرحبا. صفه اني انا رئيس لجنه علميه للمنتدى اللي باش يتقام ان شاء الله الاسبوع القادم في تونس في تونس العاصمه، واللي هو ينظموه المنتدى الدولي لحقائق جريده رياليتي والجمعية التونسية للأدوية الجنيسة. وبما تفضلت أنت، معناها انعكاسات الكوفيد على قطاع صناعة الأدوية معناها كان عنده صدى كبير، ويخلي لربما في الموضوع الثاني اللي تفضلت به هو نقص الأدوية وفقدان بعض الأدوية، لأنه مرتبط كذلك بالتزويد بالمواد الأولية والداخلة في صناعة الأدوية اللي خلى السوق العالمية كلها تتهز معناها الكوفيد، لأنه 80% من المواد الأولية مصنوعة في الهند وفي الصين، اللي خليت معناها انعكاساتها في التزويد. وكذلك بعض الأدوية المستعملة في أوروبا وقع عليها حجر، معناها ما عادش تتباع بصفة منتظمة، معناها كل البلدان خذت إجراءات لحماية المواطنين متاعها، يعني انعكاسات كبيرة كانت على القطاع. وكي نقول نقص في المواد الأولية، من بعد كي ترجع بأسعار أغلى بكثير، بالضبط، اللي عندها انعكاسات على الصناعة الدوائية التونسية. يعني احنا بعد باش نتحدثوا على الـ الأدوية الجنيسة اللي ربما تعوض مجموعة من الأدوية الأخرى المفقودة. قبل ما نتحدثوا على الأدوية الجنيسة، هات نتحدثوا شوية على الفقدين هذايا. تقريبا اليوم شنو عدد الأدوية المفقودة من السوق ولا اللي فيها نقص، وتمس شنو القطاعات ولا الأمراض تحديدا لو تسمح؟ شكرا قبل كل شيء على الاستضافة. مرحبا. فقدان الأدوية هي معادلة صعبة، راهي خطر فقدان الأدوية موجودة في كل البلدان، معناتها ما نجمش أنا نجاوب نقول إيروزمون والحمد لله ثم صناعة محلية اللي تنقص من حدة فقدان الأدوية. اليوم الصناعة المحلية هي تغطي ما يقارب 53% من استهلاك الدواء في تونس. تصور لو كان مشي متطورة الصناعة المحلية كانت تكون الأزمة تكون أكبر وأكبر. كما كان يحكي سي كمال، راهو فما أزمة الكورونا معناتها ورات برشا
نقائص حتى في الدول الأوروبية. معناتها فما بوكو دو بوان دانتروغاسيون اللي توجدوا تويكا. كما قال معناتها الجائحة هذه خلات كل دولة تشوف ايش عندها كصناعة صناعة دوائية. هو صناعة الدواء معناتها سيتا سيكتور دو سوفيرينتي ناسيونال، في خاصة المواد الأولية اللي جاية من الهند ومن الصين وكل شيء. فما كثير من المواد الأولية اللي في فترة من الفترات يسقو التصدير نتاعها كليا، يقول لك حتى لين نززي السوق المحليه نتاعنا. هذا هو، والدول الاوروبيه شعرت بالازمه هذه الكبيره، وصار الفقدان على الصعيد معناتها العالمي تنجم تقول. والأزمة الكورونا كذلك خلات الاسعار تعلى، الاسعار نتاع الترانسبور تعلى، الاسعار نتاع الانرجي تعلى. واحنا كمصنعين في تونس معناتها هذا يرجع يزيد صعب المسؤولية علينا احنا، لخاطر الدواء مسعر في تونس وفما اومولوغاسيون دو بري، ما تنجمش لا تزيد لا تنقص الا ما نعملوا طلبيات للوزارة معناتها باش تعمل مراجعة الاسعار. وهذايا المصنع إلى كان يلقى روحه يخدم بالخسارة يحاول باش يواصل، وان سيرتان مومون يولي يقول لك خليني نشوف معناتها الدواء اللي مازال فيه شوية ربح. الفترة هذه فترة الكورونا معناتها هي فترة إن شاء الله اللي ما تتواصلش، وإن شاء الله يرجع الاستقرار على الصعيد العالمي، ويرجع الاستقرار زادة في تونس تكون، وإن شاء الله الصناعة المحلية هي فرصة باش نجلبوا الانتباه للسلطة التونسية وأصحاب القرار باش يدعموا هالميدان هذا، لأن احنا في تونس عندنا كل الصفات بسبب الصناعة، صناعة الأدوية تتطور بصفة كبيرة. راهو اليوم عندنا كفاءات، وخاصة اللي موجود اليوم في تونس هي الكفاءات البشرية. عندنا كفاءات اللي تستطيع أن تطور الميدان هذا، وتونس نجم تكون يعني حلقة إن بلاتفورم دو فابريكاسيون دو ميديكاسيون دو ديستريبيسيون معناتها دو ميديكامون على ليشيل ميديترانيا على ليشيل أفريكان. إن شاء الله. وإحنا كنا تحدثنا مؤخرا في المجلة الصحية على اختيار تونس من بين 5 دول لتصنيع العديد من الأدوية والعديد من اللقاحات. دونك من بعد نحكيو زاد على مجموعه من الادويه في قطاعات مهمه اللي ان شاء الله باش تنتجهم تونس بنسبه 100%. باش نحاول نشارك في الجواب على فقدان الادويه، لانه المواطن معناه يهمه من قريب وقت اللي يدخل للصيدليه، خاصه فقدان بعض الادويه الحيويه فيتو ومنها أساسية دي ميديكامون إسونسيال اللي مواطن ما ينجمش يعيش بلاش بيهم. بالضبط. عديد معناها اليوم نتبع في بعض وسائل الإعلام قالوا 700 واش معناها دواء ناقص، والصيدلية المركزية عرج الرئيس المدير العام وعطى رقم 7% من الأدوية هي مفقودة. 7% لابد باش نعرفوا شنو هي 7% واش تمثل من رقم المعاملات ولا من عدد الادويه، ولكن المهم هو الادويه الحيويه والاساسيه معناها فما متابعه، فما مرصد وطني للدواء يجتمع مره في الشهر، وهو اللي مسؤول على اعطاء المعلومات الصحيحه على عدد الادويه المفقوده ومده فقدانها وامكانيه استبدالها بادويه اخرى. خلينا نطمئنوا معناها المواطن باش يكون معناها مرتاح. كل دواء عنده أدوية مماثلة تستعملها، وإحنا اليوم باش نحكيو على الدواء الجنيس، لعل فرصة الدواء الجنيس كما تفضل سي لاسعد قبيلة، كيفاش معناها من أول الحاجات السياسية اللي خلات تدخل تونس في صناعة الأدوية هي الحرب في الخليج. معناها المواد الأولية وبعض الأدوية كانوا معناها حظر عليهم عالمي ما عادش يوصل تونس. فصناعة تمكن اليوم إلى جانب التشغيل، إلى جانب معناها القدرات، إلى جانب التصدير، معناها انعكاسات اقتصادية، انعكاسات صحية، ولكن خاصة الاستعمال على الذات الوطنية للمخزون الوطني متاعنا من الأدوية.
هذا معناه هام جدا. اي اما سي كمال انت تحدثت على الادويه الجنيسه واكيد باش نزيدو نحكيو ومعناها في هذا الموعد من المجله الصحيه على الموضوع هذا، لكن ماذا بيا انا تزيد توضح لنا لو تسمح سي سعد بوجبل على قيمه الادويه الجنيسه، خاطر جوستمون برشا توانسه اللي انت تحدثت على الادويه الاساسيه والادويه الحياتيه، انه فما ناس يقول لك انا حياتي كامله معناها مثلا مرضى السكر ولا مرضى القلب ولا مرضى ضغط الدم، يقول لك انا مستانس بالدواء هذاك، فما ناس يخافوا شويه يقول لك ساعات الادويه الجنيسه ما عندهمش نفس الافيكاسيتي معناها نفس النجاعه نتاع الدواء اللي ناخذ فيه، ولا والله يمكن تكون فيه مضاعفات اكثر. بما انك سيادتك معناها صاحب مخابر لصناعه الادويه، كيفاش نجموا نفسروا للناس هذوما شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط في اللي خموا فيه؟ شكرا على هذا السؤال وفرصة بسبت نحاولوا بس نوضحوا النقطة هذه. راهو صناعة الأدوية هي علم صحيح، كي نقول لك علم صحيح يعني ما هيش سنباد لباتيسري، مشي مطبخ، مشي واحد معناتها الصناعة عندها مواصفات عالمية وفيها معناتها لو كونترول سفي معناتها ديبوي لا ماتيير بريمير حتى البرودوي فيني، عندنا دي بروسيدور اللي نطبقوا بها صناعه الدواء، والدواء ما فماش بون كاليتي وموفيس كاليتي. الدواء هذا نفسر واش معناها لو جينيريك، واش معناها الادويه الجنيسه؟ الدواء الجنيس هو نسخه مطابقه للاصل للدواء الاصلي، نسخه مطابقه للدواء الاصلي معناتها عنده نفس الفاعليه كالدواء الاصلي. والدواء دواء او لا يكون مطابق لمواصفات، احنا ما نحكيوش بون اي موفيس كاليتي، نحكيو مطابق لمواصفات او غير مطابق لمواصفات. ما يكون موجود في السوق الا ما يكون مطابق لكل المواصفات. وفي كل الصناعات الصيدله عندنا مخابر تحليل الدواء، عندنا لو سيستيم داسيورونس كاليتي، عندنا دي بروسيدور دو فابريكاسيون. في تونس والحمد لله فما اطار تشريعي يعني قوي برشا، اللي هو في النيفو عنده مستوى معناتها الاطار الاوروبي والامريكي. اليوم في تونس حتى انجاز المصانع يعني مطابق لمواصفات معينه، مواصفات يعني معترف بها. واليوم تونس فيها مصانع اللي تصدر لاوروبا وتصدر لكل بلدان العالم. واليوم عندنا كما قلت لك قدرات وامكانيات بشريه اللي تنجم تطور وتنجم تتحكم في الصناعه هذه، وسيتان ناتو كيلفو معناتها ديفلوبي. كدول ناخذوا ليكزامبل نتاع الاردن اللي اكبر مورد تصدير عمله صعبه منها هي من الدواء من الادويه، تصدير الادويه تطورت كثير. تونس عندها كل الامكانيات باش تولي مصدره كبيره في الادويه. ناخذوا مثلا اللي فما ان فولونتي بوليتيك تريز امبورطونت اللي خلات صناعه الدواء، ناخذ مثلا كوبا، في واحد كوبا صارت من البلدان خاصة نحكيو على البيوتكنولوجي من البلدان الرائدة هي في العالم، اللي فما إرادة سياسية. واليوم هي فرصة باش نطير لا سونيت دالارم ونطير لاتونسيون دي زوتوريتي بثابت يعطيو أهمية كبيرة على خاطر قطاع فيه مستقبل كبير برشا. دوبوي اون فانتان داني لاندستري فارماسي قاعدة تعمل un progrès de une croissance de l'ordre de 10 et plus que 10% chaque année. ان شاء الله، سورتو معناها بعد البينوري هذيا معناها ماذا بيه واحد يحقق الاكتفاء الذاتي ويخمم غدوه، معناها اذا كان لا قدر الله تصير ازمه اخرى ولا اقتصاديه ولا سياسيه ولا غيره، معناها كما صار مع الكوفيد، معناها برشا ناس عندهم امراض مزمنه وبرشا ناس عندهم امراض كبيره وخطيره، لقاو رواحهم فاس معناها لقاو رواحهم في مشكله انهم ما ينجموش يوفروا الدواء. احنا تحدثنا على بعض الاشكاليات سي كمال، لكن من الاشكاليات الاخرى اللي تحدثنا فيهم قبل في الكواليس قلت لي مشكلة التسجيل. شنو تقصد بتسجيل الأدوية؟ قلت لي هذه من العوائق ربما اللي تعطل نسبيا الوجود متاع الأدوية. صحيح، هو كل دواء ما نجم يدخل للسوق إلا ما يتحصل على رخصة ترويج من وزارة الصحة وإدارة الصيدلة والدواء هما اللي يتقدموا بإيداع الملفات متاعهم العلمية والطبية والكلينيكية، معناها اللي باش تعتمد في الدراسة لإعطاء هذه الرخصة وإلا لا. ويشارك المخبر الوطني
لمراقبة الأدوية من ناحية النجاعة لهذا الدواء، ويعاود يقوم بكل التحاليل اللي يقوم بها المصنع، معناها باش يكون متأكد بجودة هذا الدواء. وكذلك ثم التفقد الصيدلي، إدارة التفقد الصيدلي اللي تتنقل بين المخابر وحتى الخارجية، وباش تتأكد من احترام معناها قواعد الصنع المحكم لي بون براتيك دو فابريكاسيون، اللي هي إجبارية في العالم كامل في كل مصنع دواء. واللي خلينا لربما مرتاحين أن نصدروا حتى لأوروبا ولبعض البلدان معناها المتطورة ومتقدمة بعد الزيارة متاع المخابر متاعنا، يعني الجودة متاعها مضمونة. وكذلك بعد التسويق ثم المركز الوطني ليقضى من استعمال الدواء السونتر ناسيونال دو فارماكو فيجيلونس، اللي هو باش يتبع العوارض لا قدر الله. ثماشي مريض معناها صارت له حاجه ماهيش عاديه، لابد باش ريبورتينغ هذاك باش نعلموا المرصد اللي هو مرتبط بالمركز نتاع ابسلا في السويد اللي تابع منظمه الصحه العالميه. يعني كل الاجراءات تاخذ وقت، ولكن مع كامل الأسف معناها قمنا بدراسات عميقة، وخاصة منها ثم حوار بين المؤسسات العمومية والخاصة لو ديالوغ بوبليك بريفي، اللي كان أذنت به رئاسة الحكومة مع البنك العالمي، واللي العمل كان فيه أكثر من 3 سنوات معناها للاطلاع على كل كبيرة وصغيرة. وشفنا في وقت الحالة هذيك اللي المدة تتجاوز 4 سنوات للحصول على رخص الترويج، هذا غير ممكن وغير معقول وغير اقتصادي وغير ما فيه حتى نجاعة. هذا يوري اللي الدولة ما عندهاش القدرة باش تواكب التطور متاع صناعة حيوية، لأنه المصنع وقت اللي باش يصنع الدواء عنده بزنس بلان، عنده معناها منهجية باش يتبعها، الايمان نتاعو قد باش ياخذها في عام في عام ونص، ما يلزمش تفوت. اي حسب رايك شنو هو الحل؟ معناها انت وانت قاعد تحكي قاعده نتخيل كانه فك السيركوي نتاع الاداره التونسيه نتاعك الورقه تمشي للسيرفيس هذايا ومن السيرفيس هذايا تمشي للسيرفيس هذايا، دونك هذايا نتصور فيه معناها مضره اوسي للمؤسسه ولا للمصنع كيما للموزع وخاصه للمستهلك. دونك حسب رايك كيفاش نجموا نقلصوا مده التسجيل هذايا وتسهيل ترويج الدواء في تونس؟ هو سهل ياسر، معناها لابد باش ناخذوا قرارات باش التسجيل رخص الترويج تسجيل للدواء المطابق معناها ياخذ رخصته في عام. والنقائص نعرفوه اليوم، ثم معناها عمل كبير يقوموا به الهياكل نتاع وزاره الصحه، ولكن المخبر الوطني لمراقبه الادويه اليوم هو باش يحلل، ما ينجمش يعدي دواء لو كان ما قامش بالتحليل نتاعو. اليوم لابد من دعم المؤسسه هذه لكي تستجيب الى ما يتقدم به المصنع التونسي والتوريد، لانه حتى ثم ادويه مستورده وادويه حاشتنا بها وتقعد كذلك سنوات معناها ما غير الحصول على رخص الترويج. يعني نقص اليوم من الاداره التونسيه لابد من تعزيزها، لابد من تعزيز اداره الصيدله والدواء. اليوم النظريه تتبدل، لانه في بعض البلدان اليوم وقت اللي ما يقومش باش يراقب الدواء معناها يعطيه معناها توصيل، ولكن يكون شديد الرقابه معناها من المتفقدين نتاع وزاره الصحه، وحتى الرقابه للدواء هذاك قبل ما يدخل للسوق. يعني ثم يلزم نعاودوا نشوفوا التنظيم نتاعنا، وفي كل حالات ما عندناش الحق باش نعاقبوا التطور الدوائي في تونس ونخليوها مهما كان. اليوم ان شاء الله سيد وزير الصحه اللي باش يفتتح المؤتمر نتاع الاسبوع القادم، معناها سي علي مرابط الاستاذ علي مرابط، معناها اللي كان عندنا معاه لقاء، وان شاء الله يكون معناها وهو كذلك معناها وكل الاداره الكل شاعر بالنقائص هذه، ان شاء الله ناخذوا قرارات فيما فيه معناها دعم وصناعه الادويه التونسيه. لانه فكذا 4 سنين ثم دويات الفارماسي سنترال اللي ما جبدناش عليها من النقص نتاعها تعمل دعم ذاتي اون اوتو كومبونساسيون 260 مليار، منهم 60 مليار لادويه عندها بديل مصنع في تونس، و70 مليار لادويه
الملفات نتاعها موضوعه من الصناعيين التونسيين، يعني هذه عشرات ومئات المليارات غير ممكن، لانه الفارماسي سنترال الى جانب النقص هذاك ما رجعناش، معناها لانه ثم اشكاليه هيكليه، لانه الفارماسي سنترال ماهمش يخلصوا فيها، الكلام ماهيش تخلص فيها، والسبيطارات ماهمش يخلصوا الفارماسي سنترال، والكلام الصناديق ماهمش يخلصوا فيها، يعني سي ان بروبليم ستركتوريل اللي المواطن هو يعاني منه. سي فيسيو سي كمال، لما انت تحدثت قبيله زاد مشكله، يمكن هي مشكله في الشمين ما، معناها في المرحلات الكل، معناها من انك كيفاش تاخذه حتى لين يخلط، كيفاش يتسجل، كيفاش يدخل لين نخلطه للتوزيع. لكن فما مشكله تحدثت فيها قبيله اللي هي مشكله المواد الاساسيه. اذا كان مش نقعدوا نحن زاده اليوم، وتبارك الله بعد الخبره، وانت سي لسعه تفضلت وتحدثت على الخبره وعلى تطور المجال صناعه الادويه في تونس، ومن بعد هنا كما قلنا باش نتحدثوا على زوز مجالات كبار اللي ان شاء الله باش يتم فيهم تصنيع الادويه محليا في تونس بنسبة 100%. علاش ما خاموش في المواد الأولية، خاصة نعرفوا أنه عادة إذا كان باش نصنعوا الأدوية عادة لاباز نتاعنا هي الحشيش، وإحنا تبارك الله بلادنا معناها من الشمال للجنوب ما شاء الله، معناها عنا اون بانوبلي من الحشيش اللي نجموا ربما، ما نعرفش نجم نكون جاهلة، قل إذا كان غالطة، نجموا نحقوا الاكتفاء الذاتي نتاعنا، ونجموا نحن نبادروا بتخطيط النقص في العديد من المجالات. صحيح، هو المواد الأولية معناتها السوق التونسية ما نجستيفي با لانفستيسمون، خاطر سوق صغيرة برشا، والعالم أجمع اليوم يشري في المواد الأولية من الصين ومن الهند، معناتها 99% الكل مصنعين غاديك، لذا ما نضيعوش في هذا، خلينا نتلهاو بالصحيح، هو صناعة الأدوية، صناعة الأدوية اللي هي مطلوبة. ونرجع أنا حكاية لانرجسترمون اللي قال عليها سي كمال، هذايا مشكل، يعني أنا معناتها 100% متاع الوزارة، مشكل متاع وزارة الصحة، يلزمها تلقى حل، لخاطر باش تلقى مصنعين، ناخذوا نقولوا عندنا 33 مصنع، على الأقل كل مصنع عنده 10 ملفات في انتظار التسجيل متاعه، معناتها عندنا على الأقل، أنا نقول 10، احنا المصنع متاعنا عندنا أكثر من 50 ملف اللي قاعدين في الانتظار، وملفات متاع ادويه اللي لي زيكيفالون تاعهم سون تيمبورتي، معناتها مش يتصنعوا لاول مره، معناتها فما ان فورتون اللي قاعده تستنى، فهميك ما نجموا نستغلها الا ما ناخذوا الترخيص من وزاره الصحه. يا اخي اليوم الاداره يلزمها تحط كل الامكانيات باش تقوي اللابوراتوار ناسيونال، راهو فما اون تري غروند فولونتي دو لا بار دو لابوراتوار ناسيونال، ولا مديريه الادويه الصيدله والادويه، فما اون فولونتي دو فير، ولكن لي مويان سون تري ليميتي، تري ليميتي. ولنا يا اخي هذا باش تعمل انفستيسمون يفو يمكن ملتيبلي بار 10 لو بيدجي نتاع لابوراتوار ناسيونال دو كونترول، خليه يولي عنده الامكانيات باش يولي الدواء يتسجل في ظرف سنه، في ظرف سته اشهر، خاطر كل دواء جديد يدخل للسوق، يدخل في الواحد هذاك، وراه تنقيس من الكلفة بالعملة الصعبة، وراه تنقيس من المصاريف الواحدة، خاطر كل دواء مصنع محليا يكون أرخص من الدواء اللي هو امبورتي. دونك حسب رايك شنو هو الحل؟ معناها انتم ان شاء الله على قريب باش تكون فما ندوه، باش تحاولوا انكم تطرحوا الموضوع على هذايا على السيد وزير الصحه سي علي مرابط، لكن حسب رايكم معناها شنو الاستراتيجيه اللي نجموا نتبعوها في قادم الايام على الاقل للتقليص من ازمه نقص الادويه، وللتقليص كذلك من ازمه المواد الاوليه وازمه التصنيع في تونس؟ هو كما قلت لك، معناها كلنا واعيين، والنقائص هذه المصنعين والإدارة والناس كل تعرفها، أنا واحد من الناس، معناها قدمنا، لأنه هذايا الملتقى الأسبوع القادم سبقته ملتقيات زوز أخرين على الأقل، منهم واحد شرف عليه رئيس الحكومة، وكان معناها متحمس إلى وجود، ولكن مع كامل الأسف نقولها عدم الاستقرار في الحكومات والمتابعة، معناها هو اللي يخلي كي نشوف عدد وزراء الصحه اللي تعدينا على راس وزاره الصحه، وانا عديت فيها عمري معناها تقريب، نشوف عرفت بعض الوزراء اللي خدمت معاهم، اليوم تبارك الله اكثر من 15
معناها ما تنجم معناها مازالك قاعد مازالك مشي ما تنجمش معناها تكون عندك سياسة واضحة ومتابعة في القرارات، لأنه ثم التزام الدولة وقت اللي ناخذوا قرارات معناها مثل تقليص هذا تخذيه وتخذيه بحضور وزراء بحضور رئيس حكومة. اليوم معناها ما نطبقوش كأن الحكومات والوزارات ما يستعرفوش ببعضهم، ثم سياسة وطنية لابد باش تكون امتداد، ثم مصالح متاع ناس، ثم تشغيل، ثم تصدير، ثم ناس معناها في الجهات، ناس استثمرت وتخدم في العباد في الجهات، مش ممكن باش نكونوا احنا مع بعضنا في مستوى هكا، لابد النقائص سهلين. واليوم معناها الناس تدفع في الفلوس معناها للتسجيل الأدوية متاعها اللي تخلي معناها المجال ينجم يكون هو معناها يعالج روحه بروحه معناها وينجم ينتدب، ولكن إدارات هذه ما عندهاش الحق. لربما الحل أنه بعث وكالة وطنية على غرار ما قايم به في على مستوى العالم، نعرفوا اللي ثم وكالة في فرنسا، ثم وكالة في أوروبا، ثم وكالة في الولايات المتحدة، الجزائر قدت وكالة. شو مهمتها الوكالة هذه؟ الوكالة باش تكون معناها الوكالة الأدوية أجونس دو ميديكامون اللي باش تلم كل الهياكل هذه، معناها لا معناها باش تلم الهياكل بين إدارة السيدة والدولة. جست نفسروا شوية معناها الوكالة هذه الموجودة قلت لي في عدد كبير من البلدان في العالم، شنو مهمتها؟ احنا مثلا كنقولوا عادة الدواء وتوزيع الدواء نقولوا الفارماسي سنترال، نقولوا الصيدلية المركزية. الوكالة هذه شنو مهمتها مقارنة هو راهو الصيدلية المركزية هي البعيدة عن السياسة الدوائية. يعني السياسة الدوائية مثلها إدارة الصيدلة والدواء، هي لوتوريتي ناسيونال ريغلومونتير، هي معناها اللي تعطي الرخص الكل، تعطي رخص الترويج ورخص التصنيع ورخص التصدير وكل، وحتى تعطي للصيدلية المركزية الإذن باستيراد الأدوية، معناها يوميا عمل متواصل مع الصيدلية المركزية كل واحد. ولكن إدارة الصيدلة والدواء اليوم ثم إدارة معناها المخبر الوطني لمراقبة الأدوية ينجم يكون العمل مش في أحسن مستوى في التنسيق، ثم إدارة تفقة الصيدلي اون تروازيام ستركتور، ثم المركز الوطني للحذر من استعمال الأدوية معناها سونتر ناسيونال دو فارماكوفيجيلانس، ثم الفارماسي سنترال كي إكسبور، ثم لابد من هذه الكل لابد معناها وحسب رايك نزيدوا نعملوا هيكل اخر مش ربما لا الهيكل هذا باش يضمهم الكل باش يضمهم الكل ويصبح معناها قرار واحد وتعطيه الامكانيات باش يكون عنده استقلاليه ذاتيه، ولا ثم لا تدخل معناها لهكا تخليه معناها في علمه في تعطيه الامكانيات. انا ناكد لك معناها في دخول الوكاله هذه باش يقع التقليص باش يقع معناها نجاعه كبيره في العمل. هذه معناها 60 واحد هوني و50 واحد هوني و30 واحد هوني كي تلمهم تصبح معناها عندك قدره وعندك كلهم اطارات وكلهم تبارك الله صيادله وطب ومهندسين واداريين. معناها خلينا نطوروا القطاع نتاعنا. اليوم معناها الوكاله الافريقيه للادويه في زياره لتونس في بعض الايام باش تختار لربما تونس كمركز معناها قاري للمنظمه الافريقيه، معناها اختارت تونس وتم زياره في الايام القادمه. معناها ما نجموش احنا نتعاملوا مع وكاله افريقيه واحنا ما عندناش وكاله تونسيه. فهمتك. معناها على الاقل معناها باخت ترانسبوزيسيون نتاع في صوره مثلا احداث هذه الوكاله سي لسعد، شنو ربما الايجابيات اللي تنجم تكون موجوده على القطاع؟ معناها في صوره اذا كان توافقتوا بعد الندوه هذه لانه وصلتوا صوتكم للسلطات المعنيه ولوزاره الصحه انه مثلا يكون موجود هالوكاله هذه اللي هي تشرف على القطاع الكل، شنو الايجابيات او نتائج هذه الوكالة على القطاع؟ الوكالة هذه صار مش سهل التعامل مع الإدارة، يولي عنا أنسل فيزافي هي الوكالة الوطنية للدواء والوهن. اليوم نتعاملوا في التسعيرة خاطر الهومولوجاسيون دو بري نمشي لوزارة التجارة، في الديبو دي ميديكامون نتعاملوا مع الدي بي ام، نمشيو من بعد الكونترول كاليتي نمشيو تولي إدارة واحدة اللي نتعاملوا معها، وأكيد اللي مش يكون تقليص كبير حتى في كان نعطيها معناتها الإمكانيات اللازمة مش يقلصوا في فترة التسجيل ومش تكون إن ميور أورغانيزاسيون إن ميور أوبتيميزاسيون دي تون.
ان شاء الله. على كل حال ان شاء الله معناها نتوافقوا لحل في هذا القطاع، على خاطر بالحق فما اليوم برشا ناس في تونس قاعده تتشكى وقاعده تفقد معناها في دواء اللي اساسي في حياتها واللي متعوده به. لكن هيت نحكيه على الجانب المذيء. ربما احنا تحدثنا على فقدان العديد من الادويه، حكينا شويه على مشاكل القطاع، حكينا على التصدير، على التسعيره، فماش حاجه اخرى نجم نزيدوا نحكيوا عليها سي كمان؟ التصدير ما حكيناش، ما عطيناهش باهي سيدي، تفضل خاطر باش نحكيو على زوز ادويه ان شاء الله اللي باش يتم انتاجهم من 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 مخابر تونسيه. تفضل. شوف راهو معناها نجاحنا في قطاع صناعه الادويه والمستوى معناها اللي موجود فيه المصانع نتاعنا يخلينا نغزروا بريحيه. اليوم المصنعين نتاعنا خرجوا حتى من تونس، معناها ثم التصدير، ثم ميديس بار اكزومبل، غير ذكر الاسماء، فما شركه من الشركات التونسيه 35% من المنتوج نتاعها. كما نعرفوا في الاردن يصدروا ب 70% من المنتوج نتاعهم، تصبح معناها حاجه هامه جدا لاقتناء معناها العمله الصعبه في تونس. وهذا يخليك اليوم المصنعين نتاعنا مشاو شراو مصانع، ثم شكون مستثمر في الجزائر في مصنع معناها شراكه، ثم شكون شري مصنع في السنغال، ثم شكون شري مصنع في الكاميرون، ثم شكون دخل في الكوت ديفوار، يعني ثم شكون في التشيكي، معناها وعديد من الاوجه نتاع دخول الاسواق الاخرى، ان شاء الله كذلك في ليبيا، معناها تكون عندنا استثمار كذلك مشترك، خلينا نغزروا بطريقه اخرى. ولكن اليوم باش كي تستنى 4 سنين باش يعطيوك كروس الترويج، وكي تعرف اللي الدواء نتاعك الفارماسي سنترال تعمل له في اكتفاء معناها كومبونساسيون لوتو كومبونساسيون نتاعك اللي تخلي السعر نتاعو طايح، كيفاش باش تصدر؟ لانه الاداره ما تنجم تعطي كان الاسعار الصحاح اللي مروجين في البلاد نتاعها، ما نجموش نعطيه حاجه زايده، معناها اللي مباع بدينار نقولوا مباع بدينار معناها ثم وثائق من منظمه الصحه العالميه في التصدير ولا في استيراد الادويه تحط فيهم معناها وقتاش تحصلت وسعر نتاعها والرقابه نتاعها، معناها كل شيء لضمان معناها تسهيل ترويج الادويه على السوق العالميه. قعدنا نقصين برشا. اليوم انا نعرف ثم بلدان معناها كيفاش دخلت الاردن الدواء الاردني لتونس، صار تروك معناها في اول معناها سنواتي في اداره الصيدله والدواء عام 90 صار تروك معناها بين تونس والاردن، احنا نصدروا لهم الزيت والفوسفات وهما باش يصدروا، مش معناها باش نقبلوها هكاك. مشاو معناها زملاء، وانا متفقد عام معناها كنت في وزاره الصحه، نمشيو نطلعوا على كيما نعملوا مع الصناعه نتاعنا على مدى تطبيق معناها القواعد الصنع المحكم وبالترخيص فيه، معناها هذايا نعملوه في كل البلدان اللي نستوردوا منهم. وثم بلدان اسامي كبار ومع كامل اسف معناها ما همش يطبقوا بحذافيره، والنجم نقول لك اللي في تونس رانا قاعدين نطبقوا معناها اللي نعرفوا انا معناها معناها باش ضمان الجوده هذية نقولوا للمواطن التونسي اللي يسمع فينا ضمان الدواء الجوده نتاعو الكفاءات نتاعو والناحيه الماديه نتاعو، معناها هذا الدواء الجنيس باش يدخل على الاقل 30-40% اقل. وبالنسبه للادويه البيوسيميلير اللي من معناها اللي خارجه من البيوتكنولوجيا يوصل في بعض القيام الفارماسي سنترال تقوم معناها بنابل دوفر بالمناقصات نتاعها، يوصلوا الشركات نفسهم يهبطوا 80% من قيمه معناها يكون يتباع ب 1000 دولار قبيلك اعطينا سوم يهبطها ل 200 دولار. علاش يهبطها ل 200 دولار؟ باش ما يخليكش تدخل للسوق هذاك، باش يكسرك، باش ما يخليكش تنمو، لابد معناها باش نكونوا متفطنين للاسس هذوما. والتصدير نتاعنا اليوم ثم اليات لتنميه الصادرات معناها للادويه التونسيه. الخارجيه نتاعنا لازم تكون مواكبه، وقت اللي وزير باش يمشي البلاد معناها يهز معاه صناعيين كما يعملوا برشا رؤساء دول، رئيس الجمهوريه كي يمشي يهز معاه معناها المصنعين نتاعو مفخره معناها وقت اللي تصنع وتتمكن. وتفضلت سيادتك معناها قلت على التلقيح، تونس عندها خبره معناها اكثر من البلدان الاسلاميه والعربيه كلها، واحنا نصنعوا في اللقاحات والامصال عندنا قرن تقريبا، ومعناها واليوم لابد من الاستثمار في القطاع هذايا، ما نخليوش لانستيتيو باستور وحده، لانستيتيو باستور ماهوش بتاع فرنسا بتاع تونس راه
معناها نتاعنا 100% هيكل صحي معناها استشفائي تونسي. اليوم كي نشوف معناها الكفاءات نتاعنا والخبرات نتاعنا وما ثماش استثمار بما يجعلنا اليوم ها وجيتنا اليوم المنظمة الصحة العالمية وطالبة باش نشاركوا في صناعة لقاحات ضد كوفيد 19، واحنا نجمو نشاركوا في عديد اللقاحات الاخرى. معناها شوف التصدير نتاعنا لغدوه اللي مدهونا على طبق، معناها كيفاش الدوله السيبيكس عندها معناها كل التراتيب لدعم التصدير، معناها هي مجعوله لتنميه الصادرات. لابد من العمل اكثر معناها باش، وكذلك معناها من ناحيه الاقتصاديه معناها تسهيلات. اليوم تونس في الميزان في القانون المالي نتاعها التفايا نحاتها للشركات المصدرة لتونس، ما عملتهاش للشركات التونسية. يعطي المصدر التونسي انت نحيله كذلك، معناها اعطيه امتيازات جبائية واعطيه، ما هو بشي باللي يدخل لك العملة الصعبة ويخدم لك العبيد. بالضبط. على كل حال انت تفضلت وحكيت على انستيتو باستور اللي وقع اختيارها مؤخرا كواحده من الدول الخمس لانتاج العديد من اللقاحات، منها لقاح ضد الكورونا. لكن زاد باش نتحدثوا على معناها انجاز طبي. انا الحقيقه وكما تحدث سي كمال الدين معناها اليوم ما نجمو كان نكونوا فخورين بالاطار الطبي وشبه الطبي وبقطاع الصيادله والأطباء بصورة عامة والناس اللي تخدم في مجال الصحة، لأنه اليوم النجم نقوله أنه تونس كذلك تنتج في أدوية مضادة للسرطان وصنع دواء كذلك تونسي 100% ضد مرض السكري، معناها أنسولين تونسي. هات نحكي شوية بأكثر تفاصيل على هالأدوية هذا مزوز. نبث شوية تفاؤل. بالفعل فما دواء تونسي إن أنسولين اللي تصنع التونسية 100%، وهذا لأول مرة يعني الأنسولين نوعية نتاع الأنسولين هذه اللي نسميها أنسولين جلارجين اللي هي الإيمان اللي هي الأولى في العالم العربي وفي إفريقيا. والأنسولين هذه معناتها مش تكون معناتها هي بشرة للأطباء السكري واللي مرضى السكري اللي يستعملوا في الأنسولين هذية اللي مستقبلا إن شاء الله مش تكون ديما موجودة مع فما لي روبتير ما نقعدوش مرتبطين بالشركة اللي نستوردوا منها، فما نطر أنسولين اللي موجودة وإن شاء الله مش تكون متوفرة. اليوم قاعدين نعملوا في توزيعها في الصيدليات، قاعدين نعملوا بحملة إعلامية للأطباء اللي السكري باش يستعملها، وراه الدواء هذايا يلزموا الوصفة الطبية وكل مريض بالسكر اللي يلزموا ما ياخذ الدواء هذايا إلا ما يشاور الطبيب نتاعه هو اللي يعطيه لا دوز. عندنا كذلك جستما من المشاكل أو من الأدوية اللي كان فيها نقص فادح مدة الكورونا هو الأدوية اللي ضد اللي يستعملوها معناها مرضى السرطان. دونك الخبر الآخر الإيجابي اللي هو إن شاء الله زادا اليوم تونس باش تنتج أدوية مضادة للسرطان. فما زوز مصانع مختصين في صناعة أدوية السرطان اليوم في تونس، منهم المصنع متاعنا اللي اليوم عندنا 17 دواء مضاد للسرطان اللي هو موجود في السوق، عندنا 32 دواء في طور التسجيل، وان شاء الله ان شاء الله من الاخر 23 الى كان الادويه هذه كلها تتسجل، خاطر ذات قيمه كبيره برشا. راهو الادويه السرطان هي اكبر عبء على ميزانيه الدوله. وقت نقول لك نرجعوا للتسجيل، راهو عندنا ثروه كبيره اكثر من 30 دواء، تصور لو كان يعطيوهم بريوريزاسيون في التسجيل نتاعهم راهو مش نجموا نقتصدوا في مئات الملايين راهو من الدينارات اللي قاعده نخلصوا فيها بالعمله الصعبه. وثانيا هالدواء هذا مش يكون ما عادش فما هالفقدان وهالواحد وكل شيء، مش يكون يتشرى بالدينار التونسي على ذمه الواحد
وبصوم في متناول أكيد. الجميع يعني ان شاء الله. باش نختم معاكم في بخبر اخر اللي هو اتفاقيه ان شاء الله قلت لي سي كمال يدير مع كليه الصيدله بالمستير، قلت لي ان شاء الله باش تكون اتفاقيه على قريب لدعم قطاع الادويه، فاش تتمثل الاتفاقيه هذه؟ الاتفاقيه ان شاء الله باش تتوقع معناها في انطلاق المؤتمر نتاعنا بين الجمعية التونسية لصناعة الأدوية للأدوية الجنيسة وكلية السيدة بالمنسير، هو باش نزيدوا ندعموا. أولا الدراسة باش تكون على الأسماء العلمية، تعرف اللي الأسماء العلمية أنا عضو هيئة لمنظمة الصحة العالمية منذ تو 18 سنة نشارك في معناها اعطاء الاسماء العلميه للادويه، منظمه الصحه العالميه هي اللي تعطي الاسماء العلميه للادويه. معناها كي تقول باراسيتامول في تونس ولا في الصين ولا في امريكا يفهموك بالضبط، معناها بالترجمه معناها اللي موجوده وكل شيء، علاش باش ما تصيرش معناها غدوه غلطات لربما في التسميه ولا في كذا. فمنظمه الصحه العالميه منذ أكثر من 70 سنة هي اللي تعطي الأسماء العلمية، وأنا لي شرف للمشاركة في هذه اللجنة وخبير لدى منظمة الصحة العالمية بهذا المستوى، ونجتمع بصفة دورية معناها في جنيف لتعطية الأسماء هذه. كذلك ثم نقص بين الخبراء والأساتذة الموجودين في كلية الصيدلة والصناعة الوطنية. أنا معناها متحصل على دبلومات حتى في الخارج وشفت التعامل، معناها التعامل موجود يومي لأنه التطوير يشاركوا فيه الأساتذة في الجامعات. معناها ثم اتفاقية بين مصنع وبين الجامعة لتنمية معناها صناعة دواء وإلا كيفية ولا معناها عديد، وكذلك للطلبة وللأساتذة. ثم ناس اللي ربما ما يعرفوش الصناعة الوطنية، لابد باش نفتحوا أبواب الصناعات الدوائية متاعنا إلى الطلبة هذية باش يعرفوا معناها المستقبل متاعهم فين باش يمشيوا، للأساتذة لتمكينهم كذلك من الاكتشاف، ولربما في ثم مهن جديدة في الصيدلة لابد من اهتمام بها على مستوى كلية الصيدلة. فالتعاون ما بيناتنا اليوم ديجيتاليزاسيون، اليوم الانتليجنس ارتيفيسيل، معناها مجالات اللي يلزمنا ندخلوا فيهم ان شاء الله. الانجينيوري فارماسوتيك معناها الصيدلي اللي ربما ناقص، خلينا ندخلوا معناها ونشوفوا المستقبل نتاعنا باستشراف، وان شاء الله ربي يوفقنا. ان شاء الله ربي يوفقكم، وهذا ما يخلينا الا ما ندعم القطاع هذا، وان شاء الله يكون قطاع منفتح اكثر ويتطور اكثر على نطاق ان شاء الله وطني وعالمي، خاطر وقت اللي يتطور اكيد باش يكون فيه المنفعه للناس الكل. شكرا لك سي لسعد بوجبل صاحب مخابر لصناعه الادويه ونائب رئيس الجمعيه التونسيه للادويه الجنيسه، شكرا لك. كذلك سي كمال مدير خبير لدى منظمة الصحة العالمية للدواء ومدير عام سابق لإدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، كنت سعيدة جدا باستقبالكم. أنا لكم أنتم ما بقالي إلا نقولكم إن شاء الله نتلقاو الجمعة الجاية في نفس الموعد وعلى نفس القناة، وشكرا على المتابعة، إلى اللقاء. شكرا.